إنه المسألة ما هي بس لعب، يعني خصوصا أنا دائما تكلمت قبل أن نبدأ مع الشباب، يعني قبل أن نبدأ التصوير، إنه في كثير من الأمهات والآباء عندهم قلق كثير على أبنائهم، إنه كل وقته على الـ على الـ على هذه الألعاب. إحنا بنقول اليوم ترى ممكن هذه تحول إلى هواية تدر عليه رمح المستقبل. نجد، قصتك أنت في هذا العالم كيف بدأت؟ أنا بدأت قصتي تقريبا في عمر 7 سنوات. أنا كل البيت يلعب، يعني الأهل حاطين وسيلة الترفيه الوحيدة هي الألعاب الإلكترونية، فبديت أحبها. يعني ما عندنا وسيلة ترفيه إلا أي جهاز عندك في البيت تلعب فيه، فحبيت اللعب. ويمكن أنا ألعب بشكل احترافي فيفا فقط، يعني من 2008 إلى الآن لعبتي الوحيدة هي فيفا. فيعني اللي ساعدني اني ادخل هذا المجال الصراحه البيئه اللي حولي، بيئه الاهل انه متجهين او مهتمين في الالعاب. لا بطلت العالم، انت البرازيليين فزتي عليهم كل ما شاء الله عليك، بس ان الحين انت وصلتي اللي هي بدات تسليه، كيف وصلتي انه في بطولات عالميه؟ كيف اهتمت فيك الاتحادات هنا؟ اهتم فيك الاعلام؟ حدثيني عن كيف وصلتي لهناك. طبعا انا احب نقول لكم، يعني نجد طالبه في السنه الثانيه في الجامعه تخصصها زين، بس هذا شيء اخر يعني غير انا صراحه. انا العب يعني الى فتره طويله، بس لعب هو بس كذا بتسلى. يعني الى 2018 شاركت في اول بطوله عندنا في السعوديه الفيفا. الحمد لله، يعني خليني اقول لك تعتبر بالصدفه اني انا دخلت هذه البطوله، لاني كنت في الانتظار ووصلت إلى الجولة الرابعة. كنت أنا البنت الوحيدة، يعني هي أولاد وبنات، يعني فكنت أنا البنت الوحيدة اللي وصلت الجولة الرابعة. فمن هنا خلاص الناس بدأوا شوي يعرفون النجد، فبديت أبث محتوائي على منصات عندنا زي اليوتيوب وتويتش هذولي، وبدأت الناس تعرف أنه نجد تلعب فيفا. فكنت برضو أني خليني أقول لك أني ألعب برضو للتسلية، يعني أني أنا بس ألعب إلى ترشيحي لتمثيل المنتخب في آخر بطولة. فكانت نقلة يعني من صناعة محتوى خليني أقول لك إلى لاعب. فالحمد لله يعني، ونجحت وتوفقت فيها. لا إن شاء الله دائما فيها فلوس. كيف؟ لا زين. بطولة العالم كم يعطونكم؟ والله التكريم إحنا عندنا من اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، مو من كبطولة. تكريم جاني من عندنا يعني. وفي تكريم من وزارة التعليم أعتقد، يعني بعد لأني أنا ممثلة لجامعتي وللمملكة. جميل، يعني جهتين أمثل. جميل جميل جدا.